إذن اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018 سيكون افتتاح ملعب المعشب بمارث. الملعب المعشب بمارث اليوم سيحتضن تزامن افتتاح هذا الملعب اليوم بديربي، الديربي الذي سيجمع إذن جمعية مارث بملعب الزارات. اليوم سيكون يوم استثنائي بمارث، حقيقة سيكون يوم استثنائي لأن هذا المكسب الذي طالما انتظرته جهة كاملة بما فيها الزارات. إذن هذا ملعب سيكون متنفس للجهة، متنفس للجهة. الملعب هذا كانت الأشغال انطلقت فيه إذا كان نقوله على الورق انطلقت من 2005، اليوم في 2018 نحس أنا نقول أن الملعب البلدي بمارث مكسب تحقق بعد طول انتظار أهالي مارث باش يتفرهدوا اليوم بحضورهم بالملعب. الملعب سيكون في حلة جديدة. الملعب نعرفوا أن مارث عندها 8 سنين تكور البرة، اليوم مارث باش تكور باش ترجع لاصطادها وهو معشب. نتمنى التوفيق للجمعيتين على خاطر جمعيتين أهم مارث، منطقة مارث المكسب يشمل كل الجهة. نتمنى اليوم التوفيق ونتمنى أن تعدى المباراة هذه في كلف الروح الرياضية، والله دعاء دعوة للجمهور أن يكون يتحلى بالروح الرياضية اليوم في هذا الملعب، الملعب المعشب بمارث.